عمري خليفه عند اديرو السي محمد. جينا هنا عند السي عوني محمد باش نعم العزاء اللي نعزيو. اذا التواجد ديالكم في هذا المنزل ديال السي عوني محمد كيجي على اثر الفاجعه ديال حافله ديال هذه الفاجعة التي كان ضحايا مجموعة من الأشخاص، مجموعة من الأسر فقدت أحد أقاربها أو جل أقاربها. بالنسبة لي كمدير مدرسة معركة تغمرت بصراحة أحس حالي بحزن كبير مع بداية الدخول المدرسي. انطلقت المؤسسة، انطلق العمل يوم 5/9/2019 بالمؤسسة شأنها كشأن باقي مؤسسات التعليم بالوطن الحبيب المغرب. وكنت أنتظر التلميذين عوني خليفة المستوى الخامس والتلميذ خليل المستوى الأول، كنت أنتظرهما لكي يلتحقا بصفيهما إلى جانب زملائهما بالمؤسسة. اتصلت بالأب فأخبرني بأن التلاميذ كانوا لا زالوا في عطلة عند خالهم لظروف عائلية خاصة، فكان من المنتظر أن يلتحقوا بالمؤسسة وبأقسامهم بالمستوى الخامس والثاني يوم 2/9/2019. لكن قدر الله ما شاء وقعت حادثة أو فاجعة واد رمشان ضواحي الرشيدية، فصدمنا لأن أسرة السي محمد عوني أب تلميذين فقدت أربعة أفراد، الأم رحمها الله، ثم الأطفال الثلاثة عوني خليفة المستوى الخامس وخليل المستوى الأول، والتلميذ الأصغر والطفل الأصغر سلمان. بصراحة لقد صدمنا وأصبنا بحزن، أصابنا حزن شديد بصفتي مدير المؤسسة وكذلك جميع أطر المؤسسة أساتذة وأستاذات وجميع التلاميذ وكذلك جمعية آباء وأولياء التلاميذ. صدمنا وفوجئنا بهذه الفاجعة. وفي الحقيقة كنت يوميا أتتبع هذا الاخبار هؤلاء التلاميذ المفقودين، لان كانوا مفقودين. لكن بالامس تم العثور على جثه عوني خليفه المستوى الخامس بسد الحسن الداخل، وقد وريت ترى بالامس بمقبره المعاضيد. وقد حضرنا الى جانب الاخوان الاساتذه ممثلي المديريه الاقليميه مشكورين وجميع سكان مدينه ارفود قد حضروا لممارسه الدفن. ولحد الساعه لا زلنا ننتظر جثمان الطفل والتلميذ خليل عوني المستوى الأول. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يساهم ويعجل بإيجاد جثة هذا الطفل لكي يدفن ولكي تندمج الجروح. وشأني شأن أب التلميذ وأسرته، أب التلميذين، في الحقيقة وإني أحس بحزن شديد كأنني فقدت أحد أفراد أسرتي. وهذا ليس انطباعي الوحيد، بل انطباع كذلك الأساتذة والأستاذات وجمعية أباء التلاميذ ومحيط المؤسسة. جينا مع المدير ديال المدرسة ديالنا تيغمرت باش نعزيو الأسرة ديال عوني خليفة، وحاسين بالقنط لأنه كان فرحان باش يجي يقرا، وفاش وقعت الحادثة ديال الحافلة وما توجينا نعزيو. كنت أنا كنقرا في الخامس وهو كيقرا في الرابع، كنت هيت وقعت هاد الحادثة. صراحة حزنت على هاد الوفاة وكنتمنى انه يدخل الجنة ان شاء الله. كان كيقرا معايا وفرحان، قال لي دابا كيفاش زعما داك الخامس واش صعيب، داك اش كيقولوا داك الاستاذ ديالهم واش صعيب ولا سهل. كان هو فرحان باش متحمس باش يمشي يطلع للمستوى الخامس، ولكن دابا للاسف تقلبات بهم ديك الحافلة. ولكن داك السائق هو اللي كان متهور وباغي يدوز في ديك الطريق، ولكن هو ما صبرش ودار ديك الحادثة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.